أي عبادة على وجه الأرض النذر تعبد بها الله سبحانه وتعالى فيها دليل أعبد بها، ما فيها دليل ما تضيع زمنك. الزول اللي بيعبد الله بالبدع زي الزول شايل له جراب ومسافر سفر بعيد وبيقطع صحاري وأودية ومفازات، بدل يملى الجراب دقيق وأكل وأشياء وحاجات يستفيد منها قدر ما له ويملى في التراب، يملى في التراب وماشي يقطع صحراء ويملى في التراب والرملة، لا استفاد منه وضراه في النهاية، ضراه. الزول التعبان في البدع، السلف كابن مسعود رضي الله عنه قالوا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. شفت بعد العشاء صليت 11 ركعة، دي السنة، ركعتين سلمت، ركعتين سلمت، ركعتين 11، أخير من تجر الليل من بعد العشاء للصبح شايل لك لالوبة وتقول لك في أشياء ما فيها دليل، كر 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 كر، وتقول لي نعسان وظهري موجعني من الليل ووك وإلى آخره، ما بالكترة ما بالكترة. في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم لما الناس سألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصلي يعني الليل ولا أرقد، ما بنوم ذاته، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم أي الدهر ولا أفطر، سنة كلها صيام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، بشغلا سوام بشغلا ما في زواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمقالاتهم هذه قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به، في رواية: غير أني أصلي وأنام، في لفظ أرقد، داك دار يصلي للصبح، وهنا السنة أصلي وأنام. الأكثر من ناحية كثرة، الأكثر الأول ولا الثاني؟ الأول، لكن مثلا ما كثرة في البدعة. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. شوف الرسول قال شنو، قال: أصلي وأنام، في لفظ أرقد، لما جاء في الثاني: وأصوم وأفطر، ذاك أكثر، وأتزوج النساء في الثالث، وأتزوج النساء، وأتزوج النساء. بعد قال: فمن رغب عن سنتي، هل قال الناس دي ما بخافوا من الكلمة دي؟ فليس مني، قال فليس مني دمنه الرسول عليه الصلاة والسلام، دي براءة، فليس مني، يعني انت تعبان وبعد ده فليس مني، فليس مني، فالمسألة ما كترة، سنة دي تمشي في خطوة والله تنجو والله بالقليل. في زول دخل الجنة بغصن شوك، بس غصن شوك بس أزالوا من الطريق الله دخلوا بالجنة. التاسي يمكن عملت لك حسنة الله زمان كتبك من أهل الجنة، تاني تعبان في البيت عليه، صلي صلواتك الخمسة دي، جاء رمضان صوم، جاء الحج ما حجيت وانت مستطيع، طوالي مش حج، وقت الزكاة جاء حال عليه والحول المال وبلغ النصاب وكذا زكي، تاني الله وفقك في النوافل سوي النافلة بس اللي بتقدر عليه بس، فاتقوا الله ما استطعتم، بالقليل الله بنجيك. انت بجي تجتهد في البدعة وتقول عشان ارتاح، طبعا في بعض الناس ابليس غشاهم. قال الطرطوشي في المحدثات الحوادث والبدع، كتاب الحوادث والبدع، طرطوشي ده من ائمة المالكية، قال: يلقي الشيطان المكاء على اهل البدع حتى يزينهم للناس. في تزول المبتدع ده الشيطان بيخليه تلقاه
دموع سائلة وعيونه لينة، عيونه تلقاه لينة وحزينة، وتلقاه لبسه كيف وعامل كيف ولابس لحاجة زي الطرحة، وتلقاه هادي، تشوف سمته كذي تقول ده ولي ذاته، ده أكبر ولي على وجه الأرض. إذا رأيتهم تعجبك أجسامه، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولك كلمات تقول يا أخ كلامه ده بخجوة، كلامه سمح، بعدين كمان ما بيفهموا كلامه، ولك كلامه ما بيتفهم، يدي كلام كذي يترجم له ويقول له ما بيتفهم ذاته، والله الذي لا إله غيره، يقوم يتخدع. ولا هو براء واجتهد في البدعة يقوم قلبه ينشرح لها، ولك والله أنا ادوني ورد 512 قمت أقوله والله انشرحت انشرح عمري ده تشت ما لقيت زيه، والله الدنيا دي شفتها بقت لي ولي شي ذاته، والناس زي بعين لهم كأنه أنا أحسن زول على وجه الأرض. ناس دي غافلة يا أخي، الناس دي ما جايبة خبر، الناس دي الحاجة اللي عندي دي أنا ما لقوها ذاته لسه، راح يقول لك والله يا مولانا قربت أطير ذاته شدة ما مرتاح، قربت تطير ودي ما جابوها لك في القرآن، انت ما جايب خبر ودي جابوها لك في القرآن، انت كيف تركز فيها بس.